مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، يقدمها إليكم فورك يوهنس. نشر رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد رسالة تهنئة بمناسبة إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وقال أبي في تغريدة له على تويتر إن بدء المنطقة الحرة للتجارة سيفتح الحدود الأفريقية الجديدة ويحقق تكامل إقليميا، كما سيفتح العقول للأفكار والأسواق للتجارة. وقال إن التجارة ستقضى على العلاقات السيئة وتضمن ازدهار متكامل للتجارة الإقليمية، وتبلغ القيمة السوقية لمنطقة التجارة الأفريقية التي افتتحت رسميا نحو 3 مليارات دولار، وتزخر بقرابة 1.2 مليار شخص. وقعت 54 دولة إفريقية على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، ومن المتوقع أن تسهل الاتفاقية التجارة بين دول القارة وتخلق سوقا موحدا للمنتجات والخدمات. تمتلك أفريقيا أدنى مستوى من العلاقات التجارية القارية في البنية التحتية في تاريخها، حيث سجلت 16.6% فقط من التجارة الإفريقية في عام 2017. وفي خبر مماثل، وصلت أول شحنة بضائع لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى أثيوبيا، ودخلت شركة دي اتش ال للشحن والخطوط الجوية الأثيوبية في شراكة مع المجموعة الأفريقية للتجارة الإلكترونية لإطلاق محطة شحن تابعة لمجموعة الخطوط الجوية الأثيوبية في أفريقيا. وحضر حفل الإطلاق تولدا جبرا مريم الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية، وهيلا مريم دسالين رئيس الوزراء السابق ورئيس مجموعة التجارة الإلكترونية الأفريقية، مختار دالينا ورئيس قسم معلومات المجتمع الفرعي في البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي. وقال إن شركة الطيران ستنقل البضائع المعبأة ومنتجات مختلفة في منطقة التجارة، وقال إن شركة الطيران ستساهم في إنجاح اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية من خلال نقل البضائع للدول الأفريقية. وفي سياق مماثل، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن منطقة التجارة الحرة في إفريقيا ستطور اقتصاد القارة بشكل كبير. وهنأ رئيس جنوب إفريقيا على إطلاق منطقة التجارة الأفريقية الحرة، وفي رسالته إن منطقة التجارة الحرة ستحسن النمو الاقتصادي لإفريقيا، وقال إن رجال الأعمال والمهنيين الأفارقة سيخلقون روابط بالسوق وفرصة عمل جديدة. أصدرت قوات الدفاع قائمة بأسماء قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي العسكريين والمدنيين الذين تم أسرهم وقتلهم أثناء حملة إنفاذ القانون في إقليم تيغراي، بمن فيهم العقيد يمان جبر ميكائيل والمسؤول عن مسبحة ماكدرا وزير النقل السابق السيد مولو جبر زابير. وأدلى بهذا التصريح العميد تسفاي أيالو رئيس إدارة انتشار قوات الدفاع في بيان قال فيه بأن العديد من كبار قادة المجلس العسكري في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والقادة العسكريين تم أثرهم وقتلهم. وقال العميد إن العملية المشتركة بين قوات الدفاع والشرطة الاتحادية أسفرت عن اعتقال العديد وقتل من رفضوا الاستسلام. وأثناء التفتيش تم العثور على قادة الجبهة مختبئين في الكهوف والكنائس والأديرة يرتدون زي الكنيسي. وقال العميد تسفاي أنه تم اتخاذ إجراءات ضد القادة الذين انشقوا عن قوات الدفاع وانضموا إلى المجموعة، وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية بأن الجيش الإثيوبي وستنشر الأخبار قريبا للشعب الإثيوبي عن اعتقال رؤساء العصابات العسكرية لجبهة تحرير تيغراي الذين يعتبرون العقل المدبر للهجمات على القوات المسلحة في شمال البلاد. كشفت فرقة العمل المشتركة لحماية الأمن بولاية بني شانغول جوموز الإقليمية أن
أن عدة جماعات مسلحة استسلمت لقوات الأمن في منطقة متكل بولاية بني شانغول قمز، وأضافت أن حملات أمنية واسعة تجري لإنفاذ القانون والنظام في المنطقة، مما جعل المدنيين الذين فروا من منازلهم بعد الهجمات السابقة يعودون إلى منازلهم وفقا لما ذكره الفريق، أسرات دينيرو رئيس لجنة القوات المشتركة. وقالت أسفاي بللين منسق مركز بناء الديمقراطية ورئيس مركز القيادة للحوار السياسي والعام إن مطاردة الجماعة المسلحة مستمرة، كما أكد بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد المسؤولين المشتبه بهم في تدبير الهجمات، وأكد أنه تم تكثيف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وإعادة تأهيلهم، وأنه سيتم إجراء مناقشات عامة في إطار العملية لضمان السلام وسيادة القانون. فستقوم فرقة عمل وطنية أنشأها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد بعمليات إنفاذ القانون في منطقة متكل بولاية بني شانغول قمز الإقليمية، بعدما اغتل حوالي 207 من الأبرياء في المنطقة. قالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تقرير لها إن الاعتداءات على المدنيين في منطقة أوروميا عقب اغتيال الفنان هاجال هندسة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وأرسلت اللجنة خبرائها إلى 40 منطقة في أوروميا للتحقيق في الحادثة. وبحسب التقرير المكون من 59 صفحة، فإن الهجوم نفذه عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا ينتقلون في مجموعات. وقالت اللجنة في بيان إن الهجمات أسفرت عن مقتل 123 شخصا وإصابة 500 وتشريد الآلاف. وذكرت اللجنة في بيان أنها اكتشفت أنه في سلسلة من أعمال الشغب التي استمرت 3 أيام ارتكبت جرائم قتل على أساس عرقي وديني، وفي بعض المناطق أدت الإجراءات غير المتناسبة التي قامت بها قوات الأمن إلى مقتل شيوخ ومصابين بأمراض عقلية لم يشاركوا في أعمال الشغب وقتلوا في الشارع وأمام منازلهم. وقالت الهيئة في بيان أنه يجب تقديم الجناة إلى العدالة. قالت السفارة الروسية في أديس أبابا إن روسيا تعرب عن سعادتها بانتهاء عملية إنفاذ القانون في تيغراي. وقد ذكر سفير روسيا لدى إثيوبيا يفجيني توركين في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد، قال فيها إن إثيوبيا سعيدة لأن حملة إنفاذ القانون انتهت بأقل ضرر وخسائر. وقال السفير إن بلاده ستقف إلى جانب إقليم تيغراي وستساند الجهود الجارية لإعادة بنائها. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعداد مشروع دليل إرشادي لتعزيز ودعم اختراعات الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، ويهدف المشروع إلى تمكين الطلاب المتسابقين من تقديم أعمالهم الإبداعية وفقا للمعايير المحددة وتحديد الفائزين بشفافية ومنحهم الجوائز. وشارك خبراء من جميع المناطق في ورشة العمل وقدمت أفكار لمشروع الدليل. وأشار الخبراء الذين شاركوا في الورشة إلى أن التوجيه له دور مهم في تقليل عدد الشكاوى التي قد تنشأ أثناء المسابقة. وفقا للمعلومات الواردة من وزارة التربية والتعليم، يجب النظر في التوجيه بعناية حتى يتماشى مع النظام التعليمي الجديد. الإثيوبيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بأدوية ومستلزمات طبية تقدر بأكثر من 7.7 مليون دولار بناء على طلب القنصلية الإثيوبية في مينيسوتا. وسيصل مالك شركة ميديكال إكسبرس للتجارة السيد يوئيل يوسف، وبالتعاون مع منظمة الإغاثة المباشرة الدولية، مع المعونات الطبية التي تم شحنها على نفقته الخاصة إلى أديس أبابا يوم الأربعاء القادم. ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من وكالة المغتربين الإثيوبيين، أعرب رئيس القنصلية السفير عبد العزيز محمد عن امتنائه للدعم المقدم.
مشاهدينا الكرام، قبل انتهاء نشرتنا الأخبارية فلنذكركم بأهم عناوين الأخبار. رئيس الوزراء يهنئ المجتمع الأفريقي بمناسبة تفعيل المنطقة الحرة للتجارة في إفريقيا ووصول أول شحنة إلى إثيوبيا في هذا الإطار. الجيش الإثيوبي يعلن عن قائمة أسماء أسرى وقتل قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي خلال عملية إنفاذ القانون. مشاهدينا الكرام، بهذا وانتهت نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي. كنت معكم أفور كيوهنس، وإلى اللقاء.